إنني أديت فريضة الحج، ولكني نسيت إكمال ركن من أركانه، وهو أنني نسيت الطواف والسعي بعد تأديتي بهذه الفريضة، ولم أتذكر حتى قدوم شهر رمضان عندما قمت بأداء العمرة، فقمت بالطواف والسعي. ما حكم ذلك؟ وهل يصح علما بأنني من سكان منطقة الحرم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت تركت طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة فإن عليك أن تعود إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. وإذا كان حصل منك جماع في هذه الفترة لزوجتك فعليك أن تذبح شاة وتوزعها على الفقراء في الحرم، لأن هذا وطئ بعد التحلل الأول وهو يوجب فدية أن تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم. أما إذا لم يكن حصل منك جماع في هذه الفترة فيكفي منك أن تطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. وأيضا عليك فدية أن ترك طواف الوداع، لأنك حتى ولو طفت الوداع عند السفر ما دمت أنك لم تؤدي طواف الإفاضة فإنها هذا لا يكفي، لا يجزي طواف الوداع إلا بعد إكمال الحج، لأن طواف الوداع إنما يكون في آخر الأمر. وما أظنك طفت للوداع، لأنك إذا لم تطف للإفاضة فمن باب أولى لا تطوف للوداع، فعليك فدية عن طواف الوداع أيضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.